انه اليوم منا قصه اعاده توزيع ادوار، منا قوم لاقعد محلك، في حاله سياسيه جديده صارت معبره عن نفسها لعدد من السنوات، نضجت تجاربها، وجوها صارت جديه ومتابعه الملفات وقادره تواجه. كشفت صحيفة النهار أن لقاءات واتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية على أعلى المستويات بين التكتلات النيابية المعارضة ونواب التغييرين والمستقلين، وذلك بغية التنسيق وشد العصب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة والتحديات في ظل الانتقام السياسي الذي أعلنه حزب الله جهاراً، إذ لم يتحمل الحزب بحسب الصحيفة خسارة أبرز حلفائه الذين كان سقوطهم مدوياً. وحول صحة هذه المعلومات قالت النائبة نجاة عون في حديث للجديد: هيدا الشيء مش مظبوط، ونحن أعلننا ترشحنا واضح وصريح على وسائل التواصل الاجتماعي وعممنا لحتى ما يصير في التباس إذا نحن عم نحكي مع حدا ولا لا. يأتي هذا في وقت أكدت صحيفة الأخبار أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعمل على مزيد من التنسيق مع الحلفاء استعداداً للتحديات المقبلة، وذلك سعياً لاستعادة التوازن بعدما أدى تشظي قوى الاعتراض إلى تسليم مفاتيح مجلس النواب للفريق الآخر. وفي هذا الإطار أفادت الأخبار بأن القوات اللبنانية التي خرجت خاسراً أول من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه بدأت سريعاً بالبحث في وضع تصور لكيفية إدارة المعركة في جولتها الثانية، وباشرت اتصالات مع قوى التغيير لتركيب تحالفات تتيح للطرفين الظفر باللجان النيابية الدسمة وفق قولها. من هنا أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في حديث للجديد أن القوات اللبنانية حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل مع الكتل النيابية التي تتشارك معها، ليس في معظم الأمور إنما في أمور محددة لها علاقة بكيفية يعني الوصول إلى فرملة الأزمة في المرحلة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة الموجود فيها. وطبعا يعني اليوم نجحت قوى التغيير بالوصول إلى ندوة برلمانية ضمن كتلة نيابية محترمة جدا، وبالتالي القوات اللبنانية تعتبر أنه آليات التواصل والتنسيق يجب أن تكون قائمة مع هذه الشخصيات النيابية وكل الشخصيات النيابية التي تشترك معها القوات وتشترك مع القوات في العنوانين الأساسيين المتعلقين بقيام الدولة، لأن هناك طرف يغيب الدولة، وكيفية إدارة الدولة، لأنه في إدارة للدولة سيئة، وهناك عملية تبادل أدوار بين من يغيب الدولة ومن يدير الدولة بشكل سيء. نواب التغيير الذين مدت لهم معظم الكتل السياسية وأبرزها حزب الله اليد أمام التحاور والتعاون في المجلس النيابي، سادت نقاشات بينهم تخللتها اتهامة لبعضهم البعض بفتح قنوات تنسيق جانبية مع القوات اللبنانية بحسب ما أكدته صحيفة الأخبار، وتحديدا للنائب مارك داو الذي أعلن بعد انتخابه أن لا مشكلة في التنسيق مع القوات وفق ما أكدته الأخبار. وحول مدى جدية الكتلة التغييرية بالتحاور مع الأحزاب السياسية قالت عون: نحن ما بهمنا مين بيمد إيده لألنا، نحن بهمنا الموضوع الذي عم نشتغل عليه. مش مزبوط انه هن بس بدهم يمدوا لايدهم لقلنا هيك بالمطلق، نحن بهمنا نشوف وندرس اي موضوع بدهم يشتغلوا عليه ان كان هن ولا كل الاحزاب اللبنانيه، نحن بعمل برلماني واضح وبيتمحمر على مواضيع مش على احزاب ولا على اشخاص. بهمنا الموضوع، ما بهمنا الشخص ولا الحزب. إذا في موضوع خدمة لبنان وقرروا أنه يشتغلوا معنا أهلا وسهلا فيهم، إذا الموضوع ما في خدمة لبنان وما بدهم يشتغلوا معنا أو بدهم يشتغلوا معنا بطريقة محاصصة وبطريقة ما بتخدم مصلحة البلد، نحن منا مستعدين نشتغل مع حدا، وهيدا الشيء واضح وصريح، وبسمح لحالي أنه أحكي عن باسمي وباسم رفاقي.
في وقت لم تمل كفة الأكثرية في المجلس النيابي لصالح محور ضد آخر، عيون لبناني شاخصة على نواب التغيير، وذلك بانتظار المواقف التي سيتخذونها في ظل الاستحقاقات المصرية التي ينتظرها لبنان في المرحلة المقبلة.